سلام حبيبتي، كيراكم؟ نتمنى كاع تكونوا غايه بصحه وعافيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم طاجين كورجات، ولا في بعض المناطق يقولها الكوسه. هذه الكيفيه سهله التحضير، مقادير بسيطه. بلا ما نطول عليكم حبيبتي، نفوتوا المقادير وكيفيه التحضير. لهذه الوصفه نحتاج، انا غادي ندير هنا فخ الدجاج، نحتاج الكورجات، عندي كميه من اللحم المفروم، كميه من المعدنوس، عندي حبه بصل مقطعه قطع صغيره، عندي الحمص والتوابل، نحتاج الملح، سكر، جبير، فلفل اسود. وفي طاجين حطيت ملعقه كبيره تاع السمن مع زوج مغارف تاع الزيت. غادي نزيد عليهم هنا حبه بصل. هنا الحجم تاع البصل على حسب المكونات اللي راح نديروهم، الا راح تكثري ولا راح تقلي. زدت معهم فخ تاع الدجاج، وهنايا نبدا نزيد في التوابل. كما راكم تشوفوا درت سكر، جبير، فلفل اسود، كركب والملح، ونحط الطاجين يتقلى على نار هاديه. وهنايا رحت للكابويا، كما راكم تشوفوا جبت هذه الاله ولا هذه الاداه، راح نبدا نقلع في اللب تاع الكابويا بهذه الطريقه. راح نتخلص منها كاع كما راكم تشوفوا هكا. انا ما نبغيش نبغي الكابويا تبقى لنا رقيقه، وباش كي نحشيها باللحم ما نبقاش نستبن غير في الكابويا وحدها. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه خويته كاع. وهنايا بعد ما خويت كامل هذيك الكابويا، هذاك اللب الدخلاني ديت غير نص الكميه كما راكم تشوفوا، نزيده للحم المفروم، نزيد عليه التوابل، سكر، جبير، كركم، كميه قليله تاع راس الحانوت، فلفل اسود والملح، ورانا حاطين تاني المعدنوس. خلط كامل هذوك المكونات مع بعض، ومن بعد نزيد عليهم حبه بيض كامله، ونبقى نحشي في الكابويا تاعنا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نعمرها مليح، هنا البيض الدور تاعه باش هذيك الحشو يتماسك لنا وما يخرجناش من الكابويا، ونبقى بهذه الطريقه حتى نعمرهم كامل. وهنايا بعد ما تقلنا الطاجين راح نمرق عليه. وهنا كي بدات المرقه تغلي راح نفرغ عليه الحمص. انا حمص ديجا راني شدلته من قبل، واللحم المفروم اللي بقى لنا درته كويرات وراح نزيده للمارق بهذه الطريقة. كما قلت لكم هذا الطبق خفيف خاصة في أيام الصيف، ويحمر الوجه تاني للضياف، ضياف الغفلة. كيفية خفيفة وبسيطة. هنايا راح نزيد عليه هذيك الكابوية اللي عمرتها كامل، ونخلي الطاجين تاعنا يطيب على غرده، نقص له النار وخليه يطيب على غرده. في الاخير حبيبتي هذه هي الكيفيه تاعنا جاهزه في طبق التقديم. كما راكم تشوفوا يجي الطبق يحمر الوجه، وهذا الطبق يجي بنين بزاف. كما راكم تشوفوا هذاك اللحم المفروم كي نديروا له البيض ما يخرج لناش من الكابويا. نتمنى تعجبكم كيفيتنا نهار اليوم وتجربوها حبيبتي. كانت هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. الى عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، بارطاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. الى اللقاء في وصفه جديده.